فاتني سوريا. اتجهت الى لبنان، اشتغلت بمطعم لان ما لقيت بمصلحتي، وضليت فيها شي سنة وستة شهور. بعدين انتقلت الى تركيا، ضليت شي ثلاثة شهور لقدرت اطلع على اوروبا. البلد الوحيدة انه عم تستقبل الناس وما عم تستفزهم بطريقة غير ارادية مثل لبنان او تركيا أو أي بلد عربي استفز السوريين بطريقة العمل. وصلنا على أول ألمانيا، أول مدينة، أول طيارة كان اسمها باساو. نمنا هون بالجنينة وكان الدنيا برد كتير، ضلينا يعني تقريبا شبه نايمين وشبه فايقين لأنه برد، وما لابسين غير ثياب صيفية بنت كرات ونسكن. هي أصعب ليلة كانت تمر علي بحياتي. تاني نهار بدنا نطلع بالقطار، كمشنا البوليس ما خلانا نطلع، اخذوني هون على محل على مخفر شرطة تاني مشان يسلموني لكام. هون سجلنا انه انت فايت، قسمونا سكانر هون، قدمنا طلب اللجوء انه لازم تقدم، قدمنا الطلب وعطونا اوراق مثل هوية تعارف عن حالك، وسلمت وراق، سلمت باسبوري هني، وقالنا انه خلص تستنى فرزة. هون اجى فرزي عبوتسدام، بعد شهر بالشهر 12 استلمت الاقامة، استلمت الباسبور الالماني. مش بتوحشك بلدك وسوريا وعايشتك هناك؟ يعني لو جات لك فرصة انك ترجع ترجع، ولا خلاص هتحاول ترتب حياتك هنا؟ لا انا هون حياتي رح تبقى، وسوريا ما انا البلد اللي بلد ما بقدر اعيش فيها، انه حريتي بدي اعيش فيها مزلول، ما بقعد فيها بلدي. انا انزل يعني اذا بدي انزل بلدي لا بفضل انساها.